السلام عليكم، موسى جه الله يحييكم. الليلة يا جماعة عاوزين نشرح لكم حاجة بسيطة جدا، كيف تحدد نوع الويندوز في الكمبيوتر أو اللابتوب. اتنين، تحدد نوع البروسيسر إذا كانت 32 بت أو 64 بت. فالخطوات بسيطة جدا جدا. الحمد لله والحمد لله الحمد لله. هذا ابني مؤمن. فالخطوات كالآتي: تضغط على ستارت في كمبيوتر، افتح كده، تضغط على رايت كليك، اطلع الكليك كده، تضغط على الرايت كليك من هنا، الكليك هنا، افتح الكليك هنا، افتح الكليك وبروبتيس هنا هنا بالشكل، تضغط على بروبتيس وروبوس بوبش. تمام. وهنا تشوف نوع ال السيستم تايب. السيستم تايب. السيستم تايب هنا. عايز هنا. هنا ستيب هنا. ستيب هنا. ستيب هنا. فهذا نوع الاوبريشن سيستم بروسيسور 32 بت. فالعموم هذه الخطوات بسيطه جدا جدا. تضغط، نعيد لكم من الاول. اول هنا اول اول كمبيوتر، تضغط رايت كليك، كليك هنا، تختار بروبتيس هنا، وتشوف نوع السيستم تيب. سيستم سيستم تيب، وشوف قصاده 32 بت او 30 بت 34 بت. على العموم الى اللقاء في فيديو ثاني، وشكرا جزيلا لك يا مؤمن، قدمت الفيديو، ومع السلامه. قول لهم باي باي باي. مع السلامه مع السلامه.